أهلا وسهلا فيكم، أنا سميرة حجير، أعمل على نشر التراث الفلسطيني. طبعا بالنسبة للمعارض نشترك كثير في المعارض. الآن أنا ممثلة السفارة الفلسطينية في الجزائر. طبعا المعارض دائما نشترك فيها لإبراز هذا التراث ولنشر التراث. تراثنا مستهدف وفي تزوير من قبل إسرائيل على أساس أنه التراث تاعهم. طبعا اللباس هذا لباسنا بيلبسوه الاسرائيليات ويقولوا له هذه تاع جداتي وتاع امي، ليس بتحقهم في الارض. طبعا تزوير حتى في الاكل، حتى في الرقص، حتى في الغناء، كله بيعتبروا انه هذا تاعهم وبزوروا الحقيقه وينشروه في اوروبا في امريكا ويساعدوهم. طبعا اما بالنسبه للجزائر فهي تساعدنا كثير ومشكوره الجزائر شعبا وحكومه. من خلال المعارض نبرز هذا التراث، في إقبال كثير من المرأة الجزائرية والشعب الجزائري. يعني بتصير كأنها حلقة سياسية، أسئلة من الجمهور على فلسطين وعلى، وخاصة اليوم يعني كان في أشياء مفرحة إنه في جنين. يعني الحمد لله المقاومين تقريبا انتصروا على إسرائيل. يعني هي دائما المناوشات، فنحن كمان يعني قلت لك نبرز هذا الحاجه السياسيه. اما بالنسبه لاشيائنا قلنا المراه الجزائريه في اقبال كثير، بحبوا بيسالوني هذه اي مدينه، هذه اي قريه، يعني ما شاء الله واعين في القضيه. ونشكر جهودكم كثير الصحافه، ونشكر الجزائر على اهتمامها بقضيتنا. والمعرض طبعا في يعني موديل جديد كان حلو وأكبر، وفي كثير مشتركين من إفريقيا، من الدول الثانية، من الولايات، فبصير كأنه لقاء بين هذا بين الولايات، بين البلدان الثانية، نحن بنستفيد منهم وهم يستفيدوا منا، ومشكورين.